السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ طيب انا اسف في التاخير، حصلت في ظروف كده، بس احنا جاهزين دلوقتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا باشمهندس. وعليكم السلام تمام، ورحمة الله، مفيش مشكلة يا باشمهندس، لعله خير إن شاء الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيرفرات عند كله تمام؟ تمام أصدر. تمام، ماشي. ان شاء الله اتكلم على البراين. ناخد فيه شوية نقط كده، مش هنتكلم عليه من البداية يعني. هنتكلم على السلكشن بتاع البراين يعني الفورمولوشن، هنتكلم على تأثير التمبريتر والبريشر، هنتكلم على الفيز دايجرامز والايتكت كيرفز او الكريستاليزيشن كيرفز، وهنتكلم على الادجستمنت بتاع الدينس بتاع البراين والدي سي تي، وفي الاخر هيبقى في عجلة كده الان تي والتي اس اس هنبص عليه. فنقول بسم الله. البرايس طبعا الناس كلها عارفه، انا طبعا مش بحاول ادخل في البيسكس قوي لان الناس كلها بتبقى عارفه الحاجه ديت فبعديها. البرايس المونوفيلنت او الكومن اللي احنا بنستخدمه في الحفارات على طول هو الصوديوم كلورايد، الكي سي ال، الصوديوم بروميد، ومن الدايفيلنت بنستخدم الكالسيوم كلورايد والكالسيوم بروميد. الليس كومن بقى اللي هو زنك بروميد والفورميت والحاجات ديت مش كومن قوي فمش هتكلم عليه. لو قلنا على اتكلمنا على السلكشن بتاع البراين، لو انا بعمل كومبليشن واختار البراين، فاللي بفكر فيه اول حاجه هو ان انا كنترول الفورميشن بريشر، فهيبقى المود ويت اللي انا محتاجه في الكومبليشن، وعلى اساس الفورميشن بريشر بحط بسلكت البراين اللي هو مناسب للفورميشن بريشر. تاني حاجة ببص عليها بعد ما حصرت الـ انواع البراينز اللي هي تبقى مناسبة للبريشر دوت، بشوف الكومباتيبلتي مع الفورميشن والكومباتيبلتي مع الووتر اللي جوه الفورميشن او الاويل اللي جوه الفورميشن، ولو هعمل بليند بين تو براينز فالكومباتيبلتي ما بين التو براينز دولت. الحاجة الثالثة ببص على اللوست temperature اللي انا ممكن اقابلها في اثناء اللايف بتاعت البير، ولازم ال تي سي تي بتاعت البراند اللي انا هنزله في البير تكون على الاقل، يعني على الاقل بتبقى من 10 ل 15 فهرنهايت اعلى، سوري اقل من اللوست temperature اللي انا ممكن اقابلها في البير. تمام. وفي النهايه ببص على الكوست. كويس. دي بعض الكومباتيبلتي اللي ممكن تتعمل. ده مثال على الكرود ايموشن تيست. احيانا بيكون بيحصل ايموشن ما بين البراين والكرود اويل الموجود، وبيطلع الاويل اثناء الانتاج بالشكل على الشمال ده، فطبعا بيبقى كونتامينيتد بالبراين بالاش بيور، فطبعا بتبقى حاجه مش محببه. ففي الحاله دي بيتحط كيميكال بيسموه دي ايماتيفاير او نو ايماتيفاير، انتي ايماتيفاير، ده بحيث ان هو يضمن لي ان الكرود اويل اللي انا هنتجه بعد كده يكون صافي ما فيهوش براين. طبعا القصه دي بتتعمل ان انا بعمل تيست على كومباتيبلتي ما بين البراين وبين الكرود اويل. دوت فيديو على الكومباتيبلتي بتوين تو براينز، وطبعا واحد فيهم كاسيوم بروميد وكاسيوم فورميت، لما يتحطوا على بعض مباشرة بيحصل الترسيب دوت أو السحابة دي. فده كمثال يعني على إن أحيانا ممكن يكون في incompatibility ما بين البراينز وبعضها. تمام. نتكلم على الفيز دايجرامز. ده
الفيزياء جام بتاع كالسيوم كلورايد، كالسيوم بروميد بليند. بتبقى قصته ايه؟ انا بعمل كولينج للبراين اللي عندي، بجيب براين وزنه وكذا تمام، وبعمل له كولينج. مع الكولينج بيبدا ان هو تتكون الكريستال بتاعت البراين كويس، وبعديها بيحصل هيتنج كده نتيجه النيوكليشن، تكوين اول كريستاله، بيحصل هيتنج فدرجه الحراره بتزيد شويه، وبعد كده بسجل التي سي تي. التي سي تي هي الكريستاليزيشن تمبريتشر، اللي هي بتبقى بنشتغل عليها كشغل ستاندر بتاع الاي بي اي كويس. بعدين بقى لو بقى السامبل بتاعتي او البراين اللي عندي دوت ان هو يحصل له وورمنج او يبرد شويه، لحد ما بيحصل نقطه اخيره اسمها ال سي تي دي، اللي هي اللاست كريستال تو ديزولف، يبقى البراين كلير ما فيهوش كريستال مره ثانيه. الاس تي اي اللي هي الفيرست كريستال تو ابير تي سي تي ثرو كريستاليزيشن تمبريتشر. الشكل دوت لو انا هعمل الايوتكتيك كيرف او الكريستاليزيشن كيرف دوت، لو واخدين بالكم هو بيبقى موجود تحت على الـ على الاكس اكسس الدنسي بتاعت البراين 8 8 ونص 9 كده. اللي بيحصل ايه عشان ارسم الكيرف دوت؟ ان انا بعمل التيست بتاع الكولينج بتاع البراين دوت على براين ويتس مختلفه كويس، وفي كل تيست بسجل التي سي تي بتاعته تبقى درجه حراره كذا كويس، وبوقعها في الكيرف بتاع الايفكت كيرف او كريستيشن كيرف. طبعا الكيرف دوت بيبقى يعني كيرف مجمع كده لاربع املاح، فهنفترض يعني احنا بنعمل على كيرف واحد بس، عشان اكونه بعمل القصه دي. هلاقي ان في نقطه اللي هي عند نهايه السبعه، الشكل السبعه دوت سموها الايفكتيك بوينت. الايفكتيك بوينت ديت هي اقل درجه حراره في جميع اوزان البراين بيحصل منها كريستاليزيشن كويس. بتبقى مهمة بالنسبة لي في ايه؟ مهمة بالنسبة لي ان انا كراجل بديزاين براين بوزن معين، وعارف الكونديشن بتاعت البير درجة حرارة قد كده وبريشر قد كده، ان انا اكون بعيد عنها، ان انا اكون بعيد عنها. بيبقى في شوية او في تو كيسز بالنسبة للكيرب دوت دايما الواحد بيبقى عينه عليهم، اللي هو انت يمين الكيرف ولا شمال الكيرف؟ يمين الكيرف ولا شمال الكيرف؟ لو قلنا ان احنا مثلا محضرين براين على شمال الكيرف، على شمال الايتكتيك بوينت سوري، على شمال الايتكتيك بوينت، فبالتالي انا كل ما بزود ملح وبزود الويت بتاع البراين، انا التي سي دي بتاعتي بتقل كويس. فعلى افتراض ان انا درجه الحراره اللي في البير عندي يعني ثابته، وانا بديزاين البراين وعمال اغير فيه نتيجه اي كونديشن بتحصل معايا، انا بعيد. معلش يا جماعه، هو غالبا اللي عشان اتاخرنا في الوقت فممكن البيتنج يفصل، فلو فصل احط لينك تاني على الجروب نكمل فيه. طيب نكمل. كنت بقول ان احنا على شمال الكيرف، ودلوقتي حصل اي ظروف في البير محتاج ان انا ارفع الوزن بتاعه فاحط براين، وانا على شمال الاتكتيك بوينت مفيش مشكله، انا كل ما احط براين ما عنديش مشكله من التي سي تي لان هي بتقل معايا. على النقيض لو انا كان الوزن بتاعي هنفترض مثلا على الكيرف اللي هو نقط دوت اللي هو الكالسيوم بروميد كويس، هو اخر واحد على اليمين، وانا الوزن بتاعي فوق 13 ونص كويس، وعايز انزل الوزن، ساعتها لو نزلت الوزن هيبقى الدنيا تمام معايا، لان انا بقرب برضه من الايتكتيك بوينت اللي هي اللوست تمبريتشر بتاعت الكريستاليزيشن. طب انا عايز اخفف الوزن، خلي بالي بقى في الوقت ده، خلي بالي لان انا التي سي تي بتاعتي ساعتها هتزيد. ففي الحاله دي هشوف لو انا كونديشن البير لوست تمبريتشر اللي انا ممكن اقابلها في البير تسمح ان انا ازود الوزن بتاعي والتي سي تي تقل شويه ما بقاش عندي مشاكل، ولا هيبقى الحل ساعتها ان اعمل بليند، اعمل بليند مع كيميكال تاني مثلا كالسيوم كلورايد مع كالسيوم بروميد، بحيث ان انا اغير الدنسيتي من غير ما اغير قوي التي سي تي. طبعا التيبلز بتبقى موجوده والبلينز موجوده، كل يعني ويت بيبقى قدامه التي سي تي بتاعته كام، فده ساعتها هيساعدني ان انا اديزاين البراند بتاعي. ده كده الفيز دياجرام والتكت كيرف قلناهم، ودي قصه بين الكيرف. الموضوع ده مهم قوي بتاع يمين الايتكتيك بوينت وشماله.
والبليندنج برضو ذكرناها دلوقتي. خلينا نمشي شويه. في بقى نقطه تانية اسمها البي سي تي، بريشرايز كاستريزيشن تمبريتش. ايه هي ديت؟ دي تي سي تي عند بريشر معين. البي سي تي هي تي سي تي عند بريشر معين. التي سي تي بتاع البراين سيرتن براين بتتغير مع الهيدروستاتيك بريشر. يعني بشكل اساسي البريشر اللي انا هعبره في البير هيكون هو الهيدروستاتيك، كويس؟ لان انا دايما هكون اوفر بالانس على الفورميشن بريشر، فالقصه دي خلاص بقى فيها بلد. لكن الاوفر الهيد بتاع البراين لو عامل لي بريشر عالي فساعتها هيغير من التي سي تي، كويس؟ فدي انا بحسبها ازاي، او اللي انا ببص فيها ازاي؟ بشوف الكيرف بتاع البراين دوت والويت بتاعي، كويس؟ انا عندي ويت كام والسي سي تي بتاعه كام، كويس؟ كيرفات موجوده بيقول لك مع تغير البريشر، كويس؟ التي سي تي ممكن تتغير ازاي؟ لو جينا على الشكل اللي على اليمين، احنا كده بنتكلم على بلند من كالسيوم كلورايد كالسيوم بروميد وزنه 12، كويس؟ ده البي سي تي بتاعه. لو احنا اخذنا يعني اي كيرف من الثلاثه دول هنلاقي ان الفرق بين درجه الحراره الاخضر من 5 لغايه تقريبا 27، كويس؟ فكده احنا معانا تقريبا 22 درجه، 22 درجه فرق، كويس؟ فانا لو انا حساباتي المقصود انا حساباتي على الحروف يعني، فبالتالي هتبقى القصه معايا ايه؟ مش الطف حاجه. ده بالنسبه للبي سي تي. بالنسبه النقطه اللي دلوقتي اللي هي بتاعت ان انا عايز اقلل الوزن بتاع البراين او ازوده، ولو اتكلمنا ان الموضوع تقليل الوزن او زيادته مش بالبساطه ديت، لان بيأثر في التي سي تي، وكمان غير التي سي تي بيأثر في الكوست، كويس؟ يعني انا لو في صوره هنا كان فيها موضوع الكوست دوت، موضوع الكوست دوت براين بليند بين كالسيوم كلورايد كالسيوم بروميد وزنه 13 7، ممكن احضره بثلاث طرق، يعني عامل ثلاث تركيبات مختلفه من كل ملح، وكل بلند انا عملته ليه سعر 150 134 105، يعني تقريبا لو تقريبا كان حاجه و30% ممكن ان انا اوفرها. اللي هيحكمني في دوت هو التي سي تي. لو ما عنديش مشكله في التي سي تي يبقى انا هروح على الاقل كوست، كويس؟ هدخل بعد كده على التيبل. التيبل ده التيبل دي يعني متهيألي الناس كلها اللي بتستخدمه مشهور قوي، التيبل دي بتاع الدرويد. كان في ملحوظه ان التي سي تي الموجوده ديت هي ال ال سي تي دي لاست كريستال تو ديزولت، بس هم بيحطوها ك تي سي تي مش التي سي تي عشان يبقى معاك سيفتي مارجن، طبعا تبقى اعلى شويه من التي سي تي. فلو انت وصلت لها يعني وصلت لها فاللي هو ايه برضه معاك مارجن اللي هو ايه تبقى 10 درجات ولا كذا، كسيفتي مارجن يعني. بالنسبه للتيبل يعني كان في كام نقطه كده عمليه هايلايت. النقطه رقم واحد اللي هي من 8 7 دينستي ل 9 ونص. المقصود من دوت ان انا من التيبل دوت لو محتاج ارفع وزن البراين بين اي نقطتين، فبشوف الهوم كروباين الباوند اللي هو الكولم الرابع، انا عندي مثلا 22 باوند بالنسبه للوزن 8 7، وبعدين 74 وزن 9 ونص، بطرحهم من بعض بشوف محتاج باوند قد ايه من البراين عشان ارفع الوزن، كويس؟ نفس القصه في النقطه رقم 2 بتاعت السيرينتي. احيانا بيطلب منك ان السيرينتي معاك تكون من انت حطيت قيمه معينه 38000 ومحتاج ترفعها مثلا ل 90 ل 120 لكذا، فبرضه بتكون نفس القصه بتشوف الباوند اللي انت حطيته عشان توصل للسيرينتي، الكرنت سيرينتي كام، ومحتاج توصل للسيرينتي قد ايه، وبتطرح التو باوندز من بعض وبتزودهم على البراين او المض بتاعك بحيث ترفع السيرينتي. النقطه الثالثه اللي هي بتاعه الايرتكتك بوينت. الايرتكتك بوينت اللي احنا شفناها في الكيرف موجوده في التيبل، من غير ما تبص على الكيرف ولا حاجه انت ممكن هتلاقي التي سي تي بتبدا من البدايه خالص 8 4 من 31 من 31 بتبدا تقل معاك زي ما انت شايف كده 29 27 لغايه ما هتلاقي عند اللي هي عندها رقم 3، تجيب الرقم 3 3 5 وبعدين زادت مش بتقل،
فانت هتفهم من دوت ان دوت النقطة اللي عندها اللي هي تكتيك بوينت تحصل بالظبط كام، انت مش معاك الجيرف، بس هي وضحت لك ان عند الوزن اللي هو 9 8، بعد 9 8 خلي بالك التكتيك بتاعتك هتبدأ ان هي تزيد، وهتبقى انت عديت التكتيك بوينت كويس. فلو انت قريب منها في الكالكوليشن بتاعك هتقدر انت ايه ساعتها، لا ده انا لازم ارجع ابص للكيرف واشوف بالظبط انا حساباتي عامله ازاي. تمام. طبعا يعني احنا بالنسبه لنا كشغل مود انجينيرنج على الريج بيكون ما فيهوش كل الكلام دوت، لكن ده عشان تبقى انت فاهم الثيري ما بين يعني بيهايند الشغل بتاعك. تمام. النقطه الرابعه اللي هي الويت بيرسنت، الويت بيرسنت دوت بتبقى شائع قوي في موضوع البوتاسيوم كلورايد، ان انت بيبقى مشترط عليك او في البرنامج بيبقى طالب منك عايز 3% 5% 7%، فبنشوف الوزن ده مفضل ليه كام باوند من الكي سي ال وبنحطه، وطبعا بعديها بتعمل تيست تتاكد وكده. وبالنسبه للويت برضه الويت باي سوليد، يعني احنا عندنا الكي سي ال كويت بيرسنت وكفوليوم بيرسنت فوليوم باي فوليوم، لو عملت ريتورت مش هتطلع الويت بيرسنت اللي هو 7% و3% والكلام ده، ولكن هتطلع اللي عند نقطه رقم 5 اللي هي والله انا عندي تو فورمولييت 1 بارل من البراين دوت، فانا محتاج بالظبط من رقم 5 0.924 من الووتر، ومحتاج 62.4. الحسبه ديت هي اللي هتطلع لك السوليد باي فوليوم كويس. طبعا هتعمل ريبورت وتشوفها يعني، بس مقصود ان دوت التيبل ممكن تطلع منه داتا شكلها ايه. تمام. دي النقطه اللي احنا طلعناها، ودي شويه تيبلز برضو لتاخد الليكويد والدراي، وهنا البروميد والصوديوم والكالسيوم، واخر حاجه هقولها يعني هي الان تي او تي اس اس، دولت التستات اللي بتتعمل على البراين بعد الفلتريشن عشان نعرف الكلاريتي الان تي او والكلينس اللي هي تي اس اس. التيست بتاع الان تي يو برضه في فيديو هنا ده كان شغاله، تحط السامبل في البوتة الصغيره كده ويدوس على الزرار وتشتغل. احيانا بيطلع الجهاز دوت مع المود انجينير يبقى موجود معاك على الرنج، واحيانا الراجل بتاع الفلتريشن بيبقى جايب الجهاز ويبقى مسؤول تماما بقى عن الجوب وبيعمل لك ان تي يو. هو الراجل ده تلاقيه 1.45 تمام، هو معروف يعني ان البراين ستاندرد بتاعه ما يكون اقل من 20، في بعض الكلاينتس بتبقى ارقام مختلفه زي ارامكو مثلا بتقول لك انا عايز اقل من 50،